نتساءل دائما ما ما ما, ما الجدوى من ان رفيقه نبيله منيب انها يعني نجح في البرلمان وتمنع انها تدخل قبه البرلمان. زعما سؤال اللي ما يمكنش زعما شي واحد اللي ما عندوش العقل اللي يقدر يقول ان راه تمنعات حيت ما عندهاش جواز التلقيح، الوغ كو واحد المجموعه كبيره الملايين ديال المغاربه ما عندهمش جواز التلقيح. واش هاد المغاربه كاملين خصنا نحيدوهم، خصنا نكارطيوهم، خصنا نلوحوهم؟ اذا بالنسبه لينا حنايا هذا منع مفتعل، منع لاسكات صوت، منع لاسكات صوت اللي كان ليه تدخل الاول ديالو في البرلمان، ووضع الاسبوع ديالو على مكامن الخلل في السياسه العموميه المغربيه. اذا بالنسبه لنا حنا هذا منع اللي هو مفتعل، منع سياسي، منع صوت اللي المفترض فيه انه او لا اللي خصو يتعطى ليه فرصه انه يعبر على رايه. المجتمع المغربي راه شعوبا وقبائل، ولكن لو كنا ديمقراطيين او كنا في دوله ديمقراطيه كان غيتعطى لهذا الصوت، ولو انه صوت واحد غيتعطى ليه الامكانيه ديال التعبير عن رايه، لانه كيمثل واحد المجموعه ديال الناس، ماشي اكثريه ولكن اقليه. المفروض ان حتى هذا الصوت هذه تسمع. بالنسبه لجواز التلقيح حنا كنشوفوا الملاعب واش تما ما كايناش كورونا، كاينه في البرلمان، ما يمكنش الملاعب يعني الالاف اللي دخلات حتى واحد ما هضر معاهم. واش كان شي 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 بارير اللي كتقول لهم راه جواز التلقيح تدخل الملعب؟ ما كايناش. شنو هاد التناقض؟ هما الاسواق بزاف ديال البلايص اللي فيهم ما كاين حتى واحد كيهضر لك على جواز التلقيح الا البرلمان، مع العلم ان احنا ما عارفينش واش الداخل واش كلشي عنده جواز التلقيح، وما عارفين. والرفيقه كتدلي بالباسيغ، يعني الباسيغ هو اللي فيابل، هو اللي يقدر يقول لك واش هذا فيه كورونا ولا ما فيهش. كنسمعوا في التلفازه ان كورونا ما بقاتش، عباد الله راه تحيدت البافيت، تحيد كل شيء. اذا فين غادين بهاد القتل السياسي؟ فين غادين به؟ حنا دائما غنبقاو وراء هذا الصوت هذا، ودائما الاشتراك الموحد يعبر عن رايه، يدخلنا البرلمان يا خارج البرلمان. حنا عندنا القانون ها هو كاين، ولكن راه طبعا ما كيطبقش في الارض. اذا هناك خرق لمبدأ دولة القانون، للحق في القانون ولإعمال القانون. عندما تجد هذا التناقض إلى الدرجة فهو خطير. مسألة ثانية هي سياسية، كيف لرئيس مجلس النواب أن يخضع لتعليمات وزارة الداخلية وتعليمات الحكومة، وهي هيئة تنفيذية وهو مبدئيا وعلى الورق مستقل عنهما. على الأقل كان بإمكانه انه يدير التقدير اللي هو كاين في الواقع نتاع ان المغاربه ما بقاوش كيحملوا في اغلبيتهم الساحقه الكمامه، وان الاجباريه الكمامه ما كايناش، واجباريه جواز التلقيح اللي تلغى في العديد من الفترات واللحظات بفعل احتجاجات المواطنات والمواطنين بما فيهم النخب، نذكر بالمحامين، الاطباء وغيرهم. اذا هذا تبين مستوى الانحطاط السياسي اللي كينخرط فيه هذا رئيس مجلس النواب. المسألة الثالثة هي العلاقة بالمواطنات والمواطنين، واللي بدينا بها بأن كيبان بأن لا اهتمام ولا عناية ولا أيضا إنصات لأصوات المواطنات والمواطنين اللي كيمارسوا حقوقهم بشكل واقعي، ولا يباهون بكل التعليمات اللي هي سلطوية بحتة لا علاقة لها بصحة المواطنات والمواطنين. هاد الناس ما عينهم لا في السلامة الصحية للمغاربة ولا في دولة الحق والقانون، وإنما يريدون التأكيد على إجراءات تفيد وتريد أن يستمر الخوف والظلم في هذا البلد. هو واضح بانه هذا ضد الشرعيه والمشروعيه، وان هذا المنع ماشي في محله، ويبين على ان الذي من وراء هذا المنع لا يحسب جيدا، وبالتالي فيجب ان يراجع هذا الموقف، لأن وادي نائبة برلمانية انتخبت بكيفية قانونية ومشروعة، ومن حقها أن تلج البرلمان. الآن التلقيح أو جواز التلقيح لم يعد له ضرورة،
وبالتالي فعلى الجهات التي لها القرار في هذا البلد أن تتدخل من أجل أن ترجع الأمور إلى نصابها وتوقف هذا العسف الحاصل. أود أن هذه الوقفة جات للتعبير عن رفضنا التام والقوي لاستمرار منع ممثلات الشعب وأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. هذا المنع الذي لا زال تحت اعتبارات واهية ولا واقعية، والواقع العيني يكذبها. جواز التلقيح لا قانوني ولا دستوري، وكنعرفوا أن الحياة العادية في جميع المصالح العمومية ولا المؤسسات العمومية أن هناك تطويع مع هذا الوباء، وكيبقى هذا المنع الوحيد الممثلات الحزب الشيعي، ليس تضامنا غير مع الأمينة العامة، بل هو إسكات لصوت الحزب الاشتراكي الموحد الذي راهن على المؤسسات للنضال الديمقراطي ولإسماع صوت الشعب داخل هذه المؤسسة. للأسف هناك تغول سلطوي اللي كيبين بالملموس لا زال استمرار ديال المؤسسات المجازية. كيف لمؤسسات تنفيذية تقايض وتضغط على مؤسسات تشريعية؟ إذن فهمتي، ولينا كنشوفوا المسائل بالمقلوب. الذي يشرع هو البرلمان، والحكومة تنفذ، وليس سلطة الحكومة على البرلمان، وخص رئيس البرلمان ينتفض ويتحمل مسؤوليته كرئيس للبرلمان، رئيس للسلطة، باش ترجع الهيبة لهذا السلطة التشريعية وهذا البرلمان.